اليوم بقرية اجتمع فيها العالم. للتو لقد وصلنا إلى القرية العالمية، وأنا متحمسة جداً للتعرف على الثقافات والحضارات المختلفة. يا سلام! ليس كل يوم تتاح لنا هذه الفرصة الذهبية والمميزة للتعرف على عدة بلدان، عدة ثقافات، عدة شعوب في محل واحد، في مكان واحد. لكل دولة عربية وغير عربية قسم هنا في القرية العالمية، يمكننا شراء الأمتعة، يمكننا التعرف على ثقافات الدول. أعتقد أن تجربتي أفادتني كثيراً لأنني تعلمت الكثير من الأشياء.